بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي في مراجعة جديدة من مراجعة مادة الرياضيات. تدريبات: السؤال الأول بيقول لي اوجد الناتج 5 + 3. قبل ما أحل أي حاجة عيني تبقى على الإشارة، أشوف الإشارة هنا إيه؟ زائد، زائد يعني زود. بيقول لي 5 زود عليهم 3، 5 في مخي وطلع 3 على ايدك، وزي ما انا قايله لك عد وطبق. بعد 5 6 7 8 في حاجة تانية؟ لا، كل صابع اتطبقت، يبقى الناتج 5 + 3 اكتب جنب اليساوي 8. 7 - 2 ناقص، يعني نقصنا منها، قللنا منها. عينك قبل ما تحل الإشارة بتقول لي ايه؟ طلع 7 صوابع على ايدك وطبق منهم صباعين، هيتبقى كام؟ 7 صوابع على ايدك وطبق صباعين، هيتبقى 5، واكتبها جنب اليساوي. في طريقه تانية اللي احنا كنا بنقول عليها طريقه توم جيري، القط بيجري ورا الفار. طب القط جري قد ايه عشان يوصل للفار؟ الاتنين جريت قد ايه عشان توصل للسبعه؟ بعد الاتنين هنعد من الاتنين لحد ما نوصل للسبعه. بعد الاتنين 3 4 5 6 7، كم صباع؟ 5. السؤال اللي بعده بيقول لي 1 - 0. 1 - 0، الصفر لا بيزود ولا بينقص، ملوش أي قيمة، واحد هو هو الرقم، يبقى هو هو الواحد. زي ما أنا قلت وكل مرة بكررها، قبل ما تحل عينك على الإشارة عشان هي اللي بتخليني أعرف هزود ولا هنقص. أول حاجة زائد 6 + 4، يبقى 6 في مخي و4 على إيدي، وهعد بعد الستة اللي في مخي 7 8 9 10، واكتبها تحت الخط العشرة وفي نفس الصف بتاع الستة والأربعة. 5 - 5، 5 كلناهم كلهم، ما تبقاش حاجة، يبقى 0، واكتبها فين؟ تحت الخط. 8 + 1 زائد 8 في مخي و1 على ايدي، وعد بعد 8 9، ما في الصوابع التانية، اكتب واكتبها تحت الخط وفي نفس الصف بتاع 8 و1. اكتب السؤال اللي بعد بقى بيقول لي ايه؟ اكتب العدد السابق والتالي. السابق يعني اللي قبله، والتالي يعني اللي بعده. السؤال بيقول لي هنا الرقم 7، ايه اللي قبل الـ7؟ ها نفتكر كده يا ولاد، اللي قبل الـ7 برافو، 6، شطار. اللي مش عارف يفتكر يعد من الواحد لحد الـ7 وشوف لسانه قال ايه قبل الـ7. ايه بعد الـ7؟ التالي يعني اللي بعده. بعد الـ7 ايه؟ برافو عليكم يا ولاد، 8، شطار. الرقم التاني 2، يلا مع بعض، ايه اللي قبل الـ2؟ ها اللي قبل الـ2 1، برافو. ايه اللي بعد الـ2؟ 3، شطار. الرقم اللي بعده وهو العدد 9، 9 بقى مين يقول لي ايه اللي قبل الـ9؟ زي ما انا قايله لك، اللي عارف شاطر وسامعايا الممتازه بتقول لي 8، برافو عليكم. وفي اللي مش عارف هنعد من 1 لحد ما توصل للـ9 وشوف لسانك قال ايه قبل الـ9. بعد الـ9 10. السؤال اللي بيقعده بيقول لي رتب تنازليا. تنازليا يعني من الكبير للصغير، بنزل من فوق لتحت. هنا عندي 5 وعندي 9 وعندي 1 وعندي 6، مين أكبر رقم في، يعني مين لما بعد بيجي في الآخر خالص؟ برافو عليكم، شطور. واحد بيقول لي 9، برافو عليه، أشطب عليه وأقول 9 دي أكبر رقم فيهم، مع السلامة يا 9. اتبقى عندي 5 و1 و6، ها مين أكبر رقم فيهم؟ 6، برافو عليكم. بعد كده مين بقى عندي؟ 5 و1، مين الكبير؟ 5، برافو. آخر حاجة ما تبقاش عندي غير الـ1 وأنزلها. السؤال اللي بعده بيقول لي ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. هنا بقى اقرا معاه، خ ميم سين ت مربوطة 5، الشطار عارفين إن دي رقم 5 وهنا رقم 5 و3، مين الكبير؟ مين الكبير؟ 5. هرجع أقول لك تاني، هنا بيقول لك ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي، يعني المربع للعلامة وبس. المربع هتحط محد، ما لقيش حد حاطط لي ارقام في المربع، لا المربع للعلامه وبس. مين الكبير، 5 ولا الـ3؟ طبعا الـ5 بتيجي بعد الـ3 تبقى هي الاكبر، يبقى هعمل بق السمكه مفتوح ناحيه الـ5 وتتقري الـ5 اكبر من الـ3. بعد كده عندي 8 + 2، يعني عندي حاجه بيقول لي اجمع، هو بيقول لي زائد اجمع.
تمام، 8 في مخي واتنين على ايدي بعد التمانية، 9 10. هكتبها فين؟ زي ما كنا بنغني ونقول فوق الزائد في دورية، اهي فوق الزائد واحطها في الدورية. اروح الناحية التانية، خلصت كده، 7 ناقص 1، طلع 7 وطبق منها 1، اتبقى 6، واحطها فين؟ فوق الناقص في دورية. بقى عندي هنا 10 واتبقى عندي هنا 6. مين الكبير؟ برافو عليك، سامع حد بيقول العشرة؟ ممتاز، العشرة. وتتقري كده العشرة أكبر من الستة، وزي ما انتوا شايفين المربع أنا حاطة فيه العلامة، العلامة، مفيش أرقام تتحط في المربع. هنا عندي 9، شطارة من الحمد لله، ريحني، ولا في زائد ولا في ناقص، مش هعمل أي حاجة. خلاص أروح الناحية التانية عشان بعد كده هقارن، هشوف الناحية دي اللي أكبر ولا الناحية دي اللي أكبر، وأحط العلامة فين؟ في المربع. 5 زائد 4، 5 في مخي و4 على ايدي، بعد 5 6 7 8 9، هكتبها فين؟